وبركاته. كبيرة وكان اهتمام كبير جدا بالحركة الشعبية وبالمستقبل ديال الحركة الشعبية. والتعبئة هذه مهمة كانت في الماضي لأنه أسفي كانت عنده إضالات كبيرة جدا سواء على المستوى الوطني في التاريخ ديالو أو سواء على مستوى الحركة الشعبية، لهذه كتعتبر قلعة من القلعات ديال الحركة الشعبية وغادي تستمر إن شاء الله قلعة من القلعات ديال الحركة. كما قال لامين العام التعبئة نحن محتاجين لها، محتاجين لها على المستوى الأسفي ومحتاجين لها على مستوى الحركة الشعبية، لأنه كاين أمامنا محطات كبيرة ومحطات مهمة. ومن المحطة الأولى بعد المحطات هو المؤتمر اللي خصنا لابد أننا ننجحوه وننجحوه كحزبين موحد وكقيادة موحدة وكناس اللي عندهم غير على هذا. نعم بدينا كنوضعوا اللبينات ديال حزب المؤسسات ولكن خصنا نقويوها في المؤتمر الجاي. نعم بدينا كنعملوا الديمقراطة ولكن خصنا نمروا للسرعة القصوى باش نديروا ديمقراطة حقيقية في الحزب ديالنا إن شاء الله، وهناك الرغبة من الجميع باش غادي نوصلوا ديمقراطة حقيقية وتدبير الاختلاف بشكل كبير جدا في هذا الحزب. هذا راه حزب هو اللي جاب التعدد ديال المغرب. راه فاش كانوا الناس كيناديو بالحزب الواحد في 58 هذا الحزب كان تيآمن بالتعددية، هو الحزب تيعمل بالتعددية السياسية، دافع عن حقوق الأمازيغ من 58 في الوقت اللي ما كانوش الناس يدافعوا عليها، وبقى تيدافع وغادي يبقى يدافع على حقوق الأمازيغ. وفي إطار الدستور ديال 2011 ماشي فقط حقوق الأمازيغ اللي هي كنفتخروا كما قال الأمين العام أننا ندافع عنها، ولكن نريد أن ندافع كذلك على اللغة الحسانية واللغة العربية وكل مكونات التعددية المغربية اللي هو غير بالنسبة للحركة الشعبية، غادي ندافعوا عليها. ولكن كذلك غادي ندافعوا على الدستور 2011 فيما يخص المناصفة اللي تكلموا عليها كثير من الأخوات وتكلمت عليها السيدة الرئيسة. أساسي أننا نشوف المناصفة، ولا بد والحزب كما قال السيد أمين العام تمشي في هذا الإطار هذا وفي هذا الطرح هذا، غادي يكون لا بد من تمييز إيجابي في الأول، ولكن كما قال السيدة الرئيسة راه كاينين النساء اللي كفات، كاينين النساء اللي عبروا عن القدرات ديالها، ولا بد أننا ندعمهم. أنا كنبشركم بواحد القضية في وزارة السياحة اللي هي الآن من تدوير الحركة الشعبية، الكاتبة العامة للوزارة هي مرأة. المدير الموارد البشرية امرأة، مديرة الديوان امرأة، 56% من الموظفين ديال المكتب الوطني المغربي للسياحة نساء، 70% من الأطر ديال الشركة المغربية للهندسة السياحية ونساء. هذا هو المناسبة خاصها تكون بالفعل وحنايا أننا مجندين باش نكون هذه الإشارة. ولكن كما قلت بأن حنايا في إقليم أسفي، وإقليم أسفي له تاريخ وله نضال، ولكن كما قال السيد أمين العام هذا حزب كذلك له، هذا إقليم ومنطقة له مؤهلات كبيرة جدا، مع الأسف هذه المؤهلات تهمشات في الماضي، وخصنا لابد أننا نعملوا الآن في إطار واحد التصور جديد باش ما يمكنش إقليم أسفي وهذه الإقليم أنه يبقى مهمش، لابد أننا نعملوا. كاين كما قالوا الإخوان مشاريع أساسية جدا مهيكلة، لانه حتى دابا عاد بدينا كنفهموا اشنا هي العزله اللي كان فيها الاقليم ديال اسفي، حتى بدينا تنديروا طريق السيار، حتى بدينا كنفكروا من طريق الشماعيه لمراكش، حتى بدينا تنشوفوا يعني الحاله اللي موجوده عليها الاقليم الطريق الساحليه اللي غادي على السويريه القديمه وغادي على السويره، عاد بدات تتبان لنا بانه راه من الاشكاليات الكبرى اللي موجوده في هذا الاقليم هو الاشكاليه ديال البنيه التحتيه وديال العزله، اساسيه جدا وهذا يعد بمستقبل ظاهر بالنسبة لهذه الإقليم هذا. ولكن هذا الإقليم كذلك كان إقليم صناعي بامتياز وتكلموا عليها الإخوان، وهذيك الصناعة مشات وبقى واحد التحول كبير وكانت عنده آثار اللي هي اجتماعية واقتصادية يعني مهمة سلبية بالنسبة لهذا الإقليم هذا، ما عمره كانت يعني أنه سياسة من أجل التجاوب مع هذه الأزمة. الحمد لله الآن وفي هذا العهد هذا هناك تصور جديد بالنسبة لهذه المنطقة وتصور جديد لإقلاع جديد وإحياء جديد لمدينة أسفي، وغنكون فيه جميعا شركاء إن شاء الله. ما غاديش نحكيكم على جميع المشاريع اللي موجودة، ولكن بغيت نتكلم لكم على المشاريع اللي يمكننا أننا نعملوها في ميدان السياحة. كتعرفوا بأنه وقعنا مع المنتخبين ومع السلطات المحلية منذ الآن أكثر من سنة ونصف على برنامج عقدة بالنسبة لأسف. هذا البرنامج هذا أولا كيعترف بأنه أسف في مدينة سياحية بامتياز. علاش مدينة سياحية بامتياز؟ أولا هو حاضرة المحيط،
هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، له تاريخ يعني عمراني مهم جدا، له تاريخ لا مادي مهم جدا كذلك بالنسبة للمنطقة ديال عبدة، وكذلك كاين إمكانيات ديال الصناعة التقليدية في الخزر، كاين المدينة العتيقة، كاين السوارية القديمة، وكاين كل هذه مشاريع اللي هي أساسية جدا، وهذه هي اللي وضعناها في البرنامج العقدة، البرنامج العقدة اللي كنشتغلوا عليه الآن إعادة تسمية المدينة العتيقة. هذاك الميناء اللي غادي يتحول غادي يولي ميناء ترفيهي سياحي بتقريبا 200 مليون ديال الدرهم. السويرية القديمة، السويرية القديمة كان مستثمر وكان مشروع ديال 140 مليون درهم، مع الأسف أنه ما عملش، ولكن نحن الآن في إطار بحث عن مستثمر جديد باش يمكن لنا أن السويرية القديمة كذلك تمشي للأمام. وهناك كذلك قرية بالنسبة للخزر والعديد من الامور التي تتعلق بالتراث اللامادي في اطار الدعم ديال الجاذبيه ديال هذه المنطقه. راه اسفي بسهوله يعملنا هذه الامور هذو، يمكن له انه يكون في مثلث اساسي جدا اللي في مراكش وفي الصويره وفي اسفي. اذا كانت البنيه التحتيه وكانت الطاقه اللي هي اللي بغينا نعملو وكان هذا التثمين ديال المؤهلات الموجوده فيه، يمكن لنا انه اقليم اسفي كذلك كما قالوا الاخوان انه هناك مسائل صناعية، هناك مسائل البنية التحتية، سوف نضعه على المسار الصحيح فيما يتعلق بالتنمية السياحية. لهذا أنا أهيب بجميع الإخوان أنهم يتجندوا للمحطات المقبلة ديال على مستوى ما هو اقتصادي، لأن هذا هو اللي غادي يعطينا كذلك واحد الرأسمال سياسي مهم جدا. خصنا هذه المشاريع ننجحوها وننجحوا مشاريع أخرى، وهذا غادي يعطينا السبق كحركيين وكحركيات باننا نستثمرها سياسيا باش تبان لنا في 2015 وفي 2016 باننا كنتجاوبوا مع المواطنين. وبالنسبه لنا في وزاره السياحه، الوزاره مفتوحه في وجه الجميع، اللي عنده مشاريع واللي عنده اشكاليات واللي عنده امور واللي عنده ملفات مرحبا بكم باش يمكن لنا اننا نعملوا جميعا. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله.